الحلول رخاص وسهلين باش تهنوا من المشكل ديال لو فروتمون ما بين الفخدين. اول حاجه كونوا تستعملوا لو تالك، وي هذاك التالك ديال الدراري صغار كونوا تعملوه، ولكن تكون البلاصه هذيك يابسه، مسحوها مزيان وعملوا فيها التالك وخليوا راه ليك ساعه يهبط بوحديتو. لو تالك اي بروتيج ما كيخليش داك الاحتكاك. الحاجه الثانيه استعملوا دي شورت، كاين دي شورت كي سون سبيسيفيك لهادشي، يكون تو سامبلومون القطن وتكون لا تيكستور ديالهم خفيفه اللي ما غاديش ديرونجيكم، اي سورتو يكون في لا تاي ديالكم، ما يكونش مزير وما يكونش واسع عليكم. يمكن لكم تستعملوا لا فازلين، اي وي لا فازلين كتعمل واحد لا كوش بروتيكتريس، دونك الا دهنتوها في هذيك البلاصه واخا غادي تكونوا كتخلفوا ما توقعش ليريتاسيون باسكو غادي تكون لا زون بروتيجي. يمكن لكم تعدلوا ولا تشريو دي بوندو اللي كيكونوا ديال القطن شويه واسعين وكيتعملوا تو سامبلومون في هذيك البلاصه باش ما تضطروش تعملوا لو شورت بكمالو. اون استيوس اخرى هي لي جيل اللي كيتستعملوا اما لي فاريس ولا لي جامبلور، لان كيكونوا دي جيل اللي عندهم واحد ليفي ديال البروده، دونك ديكو كي ايزوليو وما كيخليوش داك لو فروتمون يوقع. عرفوا بلي هذيك لازم ما عمركم ما خصكم تحكوها، واذا كان ديجا وقعت لي ريتاسيون كنصحكم تعملوا واحد لا كريم ريباراتريس، لان اذا خليتوها هذيك لازم كلها بار لا سويت كترجع مغلوقه.